كنا بنتكلم على البروجيكشن فايبرز اللي هي بتربط كورتيكال اريا بسب كورتيكال، وقلنا الحاجه المشتركه في البروجيكشن انها شوت باس ثرو حاجه اسمها انترنال كبسول. طيب لو بصينا على الفيو ده بقى، ده ترانسفيرس سكشن ان ذا برين. في عندي مجموعه من البيزل نيوكلياي موجودين في السكشن ده، زي مين؟ النوادي اللي شكلها زي العدسه اللينس شيب اسمها لينتيفورم نيوكليس، والجزء النوادي هي الهيد اوف كوديت نيوكليس، دي اثنين من البيزل نيوكلياي. اما النوادي اللي عامله زي الشريط، واحده من البيزل نيوكلياي اسمها كلاسترم. الانترنال كبسول عباره عن باند اللي شيب باند اوف وايت ماتر موجوده ويذن ذا بيزل جانجلي او بيزل نيوكلياي، هي دي الانترنال كبسول. لو اتخيلت بقى انا جبت الجزء ده ورحت كبرته هنا، نسينا نقول ان الجزء ده اسمه الثرمس، وهتلاقي في الثرمس حاجه هنا باينه كويس قوي، احنا قلناها قبل كده ان في وايت ماتر ويذن ذا ثرمس شكله زي حرف الواي، اسمه انترنال ميدلري لامينا اللي هو الواي شيب ده. يقسم الثرمس الى نيوكلياي، انتير نيوكليس، لاترال نيوكليس، اند ميديال نيوكليس. طب تعالى ناخد الفيو ده نشوفه كرسمه بقى. دي اللي اسمها الهيد اوف كوديت نيوكليس اللي هي الجزء اللي هنا، والجزء ده النواه اللي اسمها الانتيفورم نيوكليس، ودي اللي هي الثرمس. الانترنال كبسول بيبقى ستراكشر زي حرف الواي متكون من خمس اجزاء. الجزء اللي ما بين الهيد اوف كوديت ميديالي والانتيفورم اسمه انتيرو لمب. الجزء اللي ما بين الانتيفورم لاترالي والثرمس ميديالي اسمه بوستيرو لمب. الجنكشن اللي هي بحرف البي ما بين انتيرو لمب وبوستيرو لمب اسمها الجينو اللي يعني اوروبا. في جزء بقى اللي هو بحرف الدي ورا الانتيفورم يسموه ريترو لينتيفورم، ريترو يعني بيهايند. وفي جزء صغير بحرف الاي تحت الانتيفورم اللي هو الدوتد ده الداشت اسميه سب لينتيفورم، سب يعني تحت. فانت عندك انتيرو لمب، جينو، بوستيرو لمب، ريترو لينتيفورم، سب لينتيفورم. لو حبينا نرسم رسمه تخيليه للانترنال كبسول فيبقى المفروض شكله عامل كده. ده انتيرو لمب كده، جينو، بوستيرو لمب، ريترو لينتيفورم، اند سب لينتيفورم. هو حقيقه الامر الفايبرز عامله كده. ليه ايه؟ هو مجموعه من الفايبرز، في منهم طالع ونازل. لما طلعوا ونزلوا طلعوا ان ذيس مانر بالشكل ده، فخدوا في طلوعهم ونزولهم خلوا شكل الانترنال كبسول كده، يعني هم اضطروا ان هم يتفادوا البيزل النيوكلياي او البيزل جانجليا، فلما تفادوها خدوا شكل ال شيب الباند دي. يبقى هي لما اعمل سيكشن حتى في الليفل ده كده هلاقيها برضه شكلها نفس المنظر، فهي بقى هي دي ال شيب. قلنا الانترنال كبسول في خلاصه كده ان ده الكورتكس، وده هعتبر المنطقه دي هي الانترنال كبسول ال شيب اللي احنا قلناها الغامقه. وفي عندك الجزء اللي تحت الميد برين، قلنا الانترنال كبسول بتعمل ايه؟ بتربط لي الكراس سيربراي اوف ميد برين، تعدي هنا وبعدين تخش على الانترنال كبسول، ثم تتفرع الانترنال كبسول تعمل حاجه اسمها كورونا رادياتا، تنتهي ان ديفرنت بارت اوف ذا سيربرال كورتكس. يبقى عشان كده احنا قلنا ان الانترنال كبسول جزء من اربع حاجات بحرف السي، بدايتها فايبرز تبدا عند الكراس سيربراي اوف ميد برين، ثم تعمل بعد كده حاجه اسمها كورونا رادياتا، تنتهي في السيريبرال كورتكس. يبقى دي الأربعة سي اللي احنا بنقولها. نشوف الفيو اللي بعد كده، عايز اعرف يا ترى ايه كل جزء من الانترنال كبسول، ايه نوع الفايبرز اللي ماشيه جواه، سواء اسندنج او ديسندنج فايبرز. هنشوف شكلهم ايه الفايبرز كده في الرسمه اللي بعدها. دي رسمه طبعا اول حاجه ام ار اي، رنين مغناطيسي، ماجنتيك ريزونانس ايمج، اشهر فيو للبرين سكشن في البرين ترانسفير سكشن او سي دي سكان، متاسف ده مش رنين سي دي سكان. وادي الانتيفورم باينه جدا، وادي الهيد اوف كوديت، وادي الثرمس، الثلاثه دول هم الثلاثه دول، واللي بينهم ده الانترنال كبسول. تمام، بيتعمل الرسمه دي عشان لو واحد مثلا شاكين ان عنده سيريبرال هامور نزيف في المخ وجاله هيمبليجيا شلل نصفي، فبنعمل اشعه سي دي سكان او حتى رنين مغناطيسي الماجنتيك ريزونانس ايمج ام ار اي عشان نشوف هل في هامورج ولا حاجه. طيب عندنا الفيو ده بقى، بص عليه نستفيد بيه في ايه؟ ان انا في عندي الانترنال كبسول هي الفايبرز دي. ده السكشن ازاي؟ جيت على السايد بتاع البرين، رحت شلت التيشو بتاع البرين كله اللاترال سيرفيس، فده شكل الانترنال كبسول. الفايبرز بعد كده هتخرج بشكلها كورونا رادياتا اشعة. بص بقى عندك في هنا نواه اسمها كوديت نيوكليس، اهي دي الكوديت نيوكليس. دي النواه اللي اسمها كوديت نيوكليس اهي هنا موجوده في المنطقه دي. دي هيد وبعدين بادي، هيد بادي وبعدين تيل. الكوديت نيوكليس الهيد بتاعها شابك في النواه اللي اسمها الانتيفور. دي الانتيفور.
بص عندك هتلاقي هنا في فراغ فوق لللاترال فنتركل. الفراغ ده شكله زي كده، هو ده اللي اسمه انتيرو هورن، وده البادي بتاعه او ترانك اوف لاترال فنتركل، واللي ورا ده هو اللي اسمه بوستيرو هورن، واللي تحت انفير هورن. هتلاحظ حاجه ايه؟ عايزك تتخيل وانت بتذاكر دايما تعمل كذا حركه كده، اللي هي ايه؟ تعمل لي الحركه دي بتاعت الكوديت نيوكليس بالمنظر ده كده، هتلاقي زي حرف السي اللي هي دي، هتلاقي فوقيها الكوربس اللاترال فنتركل، فهم عاملين كده بالمنظر ده، يعني كان اللاترال فنتركل از امبريسنج، يحتضن الكوديت نيوكليس، هو اعلى منها كليفل. هتحتاجها شويه بعد في الريليشنز. اهي دي اللي احنا قلنا شكل الفايبرز اللي اسمها كورونا رادياتا، اللي هتخرج من الترنا كبسول توصل للكورتكس الفايبرز. برضو دي كده شكلها ايه كورونا رادياتا، نفس الصوره اللي فاتت بس دي صوره ناتشرال. احنا بقى عندنا ايه؟ في كل جزء في الانترنا كبسول بنلاقي فيه فايبرز طالعه او نازله. الفايبرز اللي هي نازله هعملها باللون الاحمر المستطيل الاحمر، والفايبرز اللي طالعه اسندنج بالمستطيل الازرق. الفايبر اسندنج تتفق انها كلها جايه من الثلاثه طالعه للكورتكس، فيسموها ثلامو كورتيكال. لاحظ حاجه في الانتيرو لمب في الانترنال كبسول، ايه الفايبرز اللي نازله؟ انا عندي ده الفرونتال لوب من البرين. في الفرونتال لوب في اريا اسمها بريموتور اريا او اريا 6، دي يعتبر اكسترا بيراميدال، وده عندي المنطقه من البرين ستيم اللي اسمها البونز. ففي عندي انا فايبرز تجيني من الفرونتال لوب وتنتهي في البونز، او ما اسميها فرونتو بونتاين. وفي فايبرز من التمبرال لوب للبونز تمبرو بونتاين، من البرايتال لوب برايتو بونتاين، من الاوكسيبيتال لوب اوكسيبيتو بونتاين. يبقى انت عندك من اربعه لوبس بتاعت البرين او السريبرم، في عندك اربعه تراكس تنزل لحد البونز اسمها حاجه بونتاين، مجموعهم على بعض يسموهم كورتيكو بونتاين. لو بصيت بقى في الانتيرو لمب بينزل الفايبرز اسمها فرونتو بونتاين في الانتيرو لمب، دي طبعا فايبرز موتور، مش هتنزل حاجه في الجينوم. جزء منها كمان من فرونتو بونتاين نزل في البوستيرو هاف اوف بوستيرو لمب. البوستيرو لمب على بعض هو ده من هنا الى هنا، ده البوستيرو لمب، بقسمه الى جزئين انتيرو هاف وبوستيرو هاف. الفرونتو بونتاين وهي نازله هتنزل في الانتيرو لمب، وهتنزل جزء في البوستيرو هاف وبوستيرو لمب. طب جات الجزء اللي اسمه سب ريترو لنتيفورم، ورا لنتيفورم هينزل فيه الفايبرز من البرايتال والاوكسيبتال لوب، يبقى اسمهم برايتو اوكسيبتو بونتاين. اما الجزء اللي اسمه سب لنتيفورم فهينزل من البرايتال ومن الاوكسيبتال ومن التمبرال، يبقى اسمها برايتو اوكسيبتو تمبرو بونتاين. يبقى انا لما اجي اذاكرها اذاكر ازاي؟ اجمع اللي حاجه اللي فيهم كلمه بونتاين واوزعهم على الاجزاء المختلفه. يعني فرانتو بونتاين احطها في الانتيرو لمب والبوستيرو هاف وبوستيرو لمب. برايتو اوكسيبتو بونتاين احطهم في الريترو والصب، وازود في الجزء اللي اسمه سب لنتيفورم اللي اسمها تمبرو بونتاين. طب ايه فايبرز كمان نازله؟ كنا احنا قلنا عندنا حاجه اسمها بيراميدال تراكت، وكانت البيراميدال تراكت طالعه من ايه؟ رقم اربعه. في جزء منها هينتهي في النيوكلياي بتاعت البرين ستيم فاسميها كورتيكو نيوكلير او كورتيكو بالبر، وجزء هيكمل تحت للانتير هورن سيل وسباينال كورد اسميها كورتيكو سباينال. بنلاحظ حاجه ان الكورتيكو نيوكلير او بالبر تنزل في الجينوم، اما الكورتيكو سباينال تنزل في البوستيرو لمب، بس في اي جزء؟ في الجزء الانتيرو هاف بتاع البوستيرو لمب. يبقى دي زائد دي اساويها كانها بيراميدال تراكت، يبقى وزعت نفسها. في هناك فايبرز ثانيه تبقى نازله في البوستيرو لمب زي كورتيكو روبرال من الكورتكس للريد نيوكلس، بس يعني بنتكلم على المين فايبرز. دي الفايبرز اللي احنا قلناها اللي هي الديسندنج. طب الاسندنج اللي هي لازم تكون ايه؟ تعدي من الثالامس الاول على الكورتكس في صوره ايه؟ حاجه اسمها راديشن. يعني من الثالامس يجيني فايبر اسمها انتيرو ثالاميك راديشن هخش في الانتيرو لمب. طب ومن الثالامس فايبر اسمها سوبير ثالاميك راديشن او اسمها سنسور راديشن اللي شايله سنسيشن بتاعت البادي تخش في البوستيرو هاف والبوستيرو لمب. طيب اما في حاجه اسمها اوبتيك راديشن، ايه الاوبتيك راديشن؟ في نواه اسمها لاترال جينيكليت بودي تابع للفيجوال باثوي جزء منها من الميتاثالمس تخش اليافه في الجزء اللي اسمه ريترو لنتيفورم، وبعد كده تطلع لفوق يبقى اسمها اوبتيك راديشن. يعني هي بعد اللاترال جينيكليت بودي يبقى اسمها اوبتيك راديشن، هتعدي من الانترنال كبسول يبقى هي خرجت من اللاترال جينيكليت بودي في صوره اوبتيك راديشن، تضطر تخش في الانترنال كبسول في اي جزء اللي اسمه ريترو لنتيفورم. كان في عندي بقى حاجه اسمها ميديا جينيكليت بودي،
ده بتاع الهيرنج باث واي، بيطلع منه فايبر اسمها اوديتوري باث راديشن، تعدي في الجزء ده اللي اسمه سبلنتيفور. يبقى الاثنين دول بتوع سبيشال سنسز، الاوبتيك في الريترولنتيفور، اوديتوري في السبلنتيفور. يبقى دي مجموعه الفايبرز اللي طالعه واللي نازله، ولما اجي اذاكرها لازم اذاكرها كده، مين اسندنج ومين ديسندنج. طيب يفرق معايا في ايه الكلام ده؟ يفرق معايا في الليجن، لو حصل لي ليجن في المنطقه دي هتوقع ايه اللي هفقده من التراكس دي. طبعا انا اهم تراكت يهمني جدا جدا او اهم جزء هو الجزء البوستيريور لمب، ده اهم واحد. وواضح ان فيه ايه؟ واضح ان فيه البيراميدال تراكت اللي بتتحكم في الناحيه العكسيه من جسمي، والسنسور تراكت طالع من هنا اللي بتساعد الاحساس من الناحيه العكسيه. يعني لو ده الانترنال كابسول بتاع الناحيه الشمال هيمشي في الجزء ده الفايبرز الموتور اللي بتتحكم الناحيه اليمين، ويمشي فيه السنسيشن اللي جاي من الناحيه اليمين. يعني الجزء البوستيريور لمب بتاع الانترنال كابسول الشمال مسؤول عن الناحيه اليمين من جسمك، والبوستيريور لمب بتاع الانترنال كابسول اليمين مسؤول عن الناحيه الشمال من جسمك. دي حاجه مهمه. يبقى اهم جزء عندي هو البوستيريور لمب بتاع الانترنال كابسول كنترولينج ذا اوبزيت سايد اوف ذا بودي. طب تعالى بقى نشوف ايه الليجنز اللي ممكن تحصل. عشان افهم الليجن اهم حاجه ممكن تاثر على الانترنال كابسول ان يحصل هيموريدج، رابتشر للارتري اللي بيغذي المكان ده. يبقى لازم نعرف ما هي الارتريز اللي بتصلاي الانترنال كابسول. لو جينا شفنا الارتيريا الصلاي بتاع الانترنال كابسول، احنا اتفقنا ان هي ليها خمس اجزاء: انتيريور لمب، جينو، بوستيريور لمب، ريترو لنتيفورم، اند سب لنتيفورم. وكنا قلنا حاجه ان الهيد اوف كوديت نيوكليس او كوديت نيوكليس عموما مع اللنتيفورم بالانترنال كابسول بينهم فايبرز ماشيه بالعرض. خلي المنظر ده شكله مخطط فسميناها كوربس سترايتم، الجسم المخطط. يبقى ده اللي اسمه على بعضه كده كوربس سترايتم. طيب ركز معايا بقى، بص من الرسمه الانتيرور لمب، الجزء الانتيرور بارت اللي الحته اللي الجزء ده الانتيرور بارت من الانتيرور لمب بيغذي ارتري اسمه انتيرور سيريبرال ارتري طالع من الانترنال كاروتيد. طب بقيه البوستيرور لمب، بقيه الانتيرور لمب مع الجينو مع الجزء الانتيرو من البوستيريور لمب، ما خدش كل البوستيريور لمب، يغذي ارتري اسمه ميدل سيربرال برضه الانترنال كاروتيد. يبقى خدت ايه؟ خدت البوستيريور بارت من الانتيرو لمب، واعكس هنا انتيرو بارت من البوستيريور لمب، يعني خدت البوستيريور من الانتيريور والانتيرو من البوستيريور، ومعاهم المره خدت الجينو، ده ميدل سيربرال. اما بقيه البوستيريور لمب بتاع الانترنال كابسول بالريترو بالصب ارتري يغذيهم اسمه انتيرو كورويدال، الانتير كاروتيد ده طالع برضه من الانترنال كاروتيد. عشان ما انساش، عكيت في الاول عك في الاخر، اكا هنا انتيرو سيريبرال هنا انتيرو كاروتيد، وفي النص يخرج الوسط، في النص يبقى اسمه كلمه في النص، في النص يبقى اسمه ميدل سيريبرال ارتري. بالمناسبه بقى الانتيرو سيريبرال ارتري لما هيعمل سبلاي هيعمل سبلاي المنطقه دي كلها. يبقى لو عملتها هنا هيعمل سبلاي ايه؟ عمل سبلاي كمان معاها للانتيرو بارت في كوربس سترايتم، يعني هيك من الرسمه، يعني خد الانتيرور بارت من الانتيرور لم مع الانتيرور جزء الانتيرور من الكوربس سترايتا. يبقى تتوقع بقى الميدل سيريبرال هيعمل ايه؟ هيكمل الحته دي انترنال كابسول ويكمل بقيه الكوربس سترايتا. يبقى من الرسمه دي ضربت حاجتين في حاجه واحده، منها عرفت ارتيريا سبلاي انترنال كابسول وارتيريا سبلاي في كوربس سترايتا. الكوربس سترايتا اللي هو ده الانتيرور بارت من الانتيرور سيريبرال، هو منطقي ماشي معاهم الكلام الواحد. اما البوستيرور بارت اللي هو الجزء ده اللي فاضل فيغذيه بقى الميدل سيريبرال. بالمناسبه بقى بالمره عشان ما نظلمش الانتيرو كورويدال، بنلاقي ان مش انا في عندي نوع اسمها كوديت ليها حاجه اسمها هيد وبادي وتيل، والتيل ده سابق في نواه اسمها اميجدالويد، اميجدالويد نيوكليس. الانتيرو كورويدال بيسبلاي التيل والاميجدالويد نيوكليس كمان والنواه اللي اسمها لاترال جينيكليت بودي. يعني عشان كمان اخد معلومه زياده على الانتيرو كولويدال، يعني الكوديت نيوكليس الجزء ده الهيد والبادي خد خلاص عرفنا بالانتيرو والميدل سيريبرال، الديل بتاع الكوديت نيوكليس يقوم ياخدوا الانتيرو كولويدال وهو الديل ورا. يبقى كده الرسمه دي جابت لي ايه؟ ارتيريا سبلا انترنا كابسول، ارتيريا سبلا اوف كوربس سترايتم. بالمره لازم تذاكروا مع بعض. طب يهمك الكلام ده في ايه؟ احنا قلنا هنا المنطقه دي المسؤوله عن الموتور وتستقبل كمان سنسيشن من الاوبن سايد اوف ذا بودي. من ضمن البرانشات بتاعت الميدل سيريبرال ارتري بيغذي المنطقه دي ارتري مشهور قوي ان يحصل له رابتشر ينفجر، فيسموه ارتري اوف سيريبرال هيموريدج، واحد اتعصب ولا اتنرفز غضب
فيقول لك نام بالليل صحي الصبحيه مشلول. ارتري اوف سيربرال هيموريدج ده ايه؟ سموه تشاركوت ارتري اللي وصفه. مشهور قوي ان يحصل رابشر بيغذي المنطقه دي. فيطلع بلاد يعمل لك كلوت ضغط يسموه نزيف داخل المخ يدمر لك الجزء ده. فالمريض لو دمرت الانترنال كبسول عنده الحته دي الشمال يجي له شلل في اي ناحيه؟ في الناحيه اليمين، ويفقد احساس في الناحيه اليمين. يسموا الحاله دي ايه؟ الحاله المرضيه دي كونترا لاترال، يعني ايه كونترا لاترال؟ عكسي هيميبليجيا شلل نصفي، وكونترا لاترال هيمي انستيديا وفقدان احساس في الناحيه العكسيه. اللي واحد يقول لك ايه اشهر سبب او 85% من حالات الشلل النصفي اصابه في الجزء ده من الانترنال كبسول. يبقى لازم انا اقول انت ابقى صبرت على الانترنال كبسول او ان الكومنس كوز اوف هيميبليجيا از رابتشر اوف ارتري اوف سيريبرال هيموريدج، بيسموه شريان النزيف اصلا اللي هو كومن اللي يحصل. ممكن بقى اسباب ثانيه، رابتشر ارتري بيغذي حته من الكورتكس دي اقل في حدود 15%، لكن الاغلب هو المكان ده. تمام؟ يبقى دي كده اللي هي اللي اسمها انترنال كبسول، فيري امبورتنت ايتم وبلس سبلاي. دي بقى تجميعه اللي هي ايه؟ الجدول ده التيبل، كل جزء من الانترنال كبسول سواء انتيرو لامب جنوب وستيرو لامب، مين يا ترى الفايبرز الاسندنج او الديسندنج؟ مقسمينهم كده اسندنج وديسندنج، ويا ترى كل واحد لو هيبدا يمشي فيه كل واحد ايه؟ ده تكرار الكلام اللي احنا بنعمله شويه. That's it.